السلام عليكم مرة أخرى مع الأسف في فيديو. من لا ألتجأ إلى الفيديو إلا في الحالات القصوى وفي حالات العجز التام أو في حالات ظلم القصوى الغالب. كما عادة ما عنديش طريقة واحدة أخرى. هذا الصوت لا يصل رغم الزخم بالكتابة، رغم الزخم بالظهور، لكن هذا الصوت لا يصل. ما نعرفش علاش. فأخيرا قررت أنه كالعادة فيديو، وأتعهد ربما أحاول أنه إن شاء الله يكون هذا الفيديو الأخير. لن تروا هذا الوجه مجددا إن شاء الله في فيديو به. لهذا الفيديو أسبابه سأتي على ذكرها قادما، وله مخرجاته أو قراراته أو قراره الأوحد. القرار سأقوله الآن هو القرار أن هذه الحالة الكاذبة، هذه الحالة المكذوبة، هذه الحالة المأزومة اللي اسمها أحمد بن سليمان، اللي هو أنا، قررت أن أتخلص منها، أن أعدمها على رؤوس الملاء أمام الجميع. هذه الحالة لم تعد قابلة للحياة، لم تعد قابلة للتأقلم، لم تعد قابلة للعطاء، العمل، الاجتهاد، الإضافة، الابتكار، الإبداع. أرى في نفسي أن هذه الأمور الآن لم أعد قادرا عليها. منهجيا أولا نحب نبين، خليني نقول أنه هذا الفيديو ليس موجها ضد الدولة أو ضد مؤسسات الدولة أو ضد رموز الدولة. ضئيل مثلي، عابر مثلي، بسيط مثلي، من أنا حتى أعترض أو أعارض أو أنقم أو لا، ليس هذا، لا سبيل لهذا. في النهاية الدولة أمر واقع، وفي النهاية لا نستطيع أن نعيش بلا دولة. ولكن الفيديو هذا احتجاج ضد شخص معين، ضد شخص بعينه، ضد شخص معروف له صفة وله نفوذ وله حضور. ولاد غنوح الكل يعرفوه، وأظن حسب ما أعتقد ربما أنه من لست المتضررة الوحيدة من هذا الشخص. دعني أولا في رسالتين برقيتين سريعتين أعتذر من بعض الأشخاص على ثقتهم وعلى حسن ظنهم بي وعلى دعمهم وعلى مساندتهم. أشكرهم وأعتذر منهم. بداية أعتذر من السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بابن زرت. الحقيقة لمست فيه لياقة، ولمست فيه حضورا، ولمست فيه كاريزما لطيفة فاعلة وعاملة ومجتهدة، وخاصة هناك يعني كيمياء إنسانية وكيمياء في التعامل وفي الفهم إلى آخره. أعتذر، سامحني سي فوزي، سامحني سي فوزي. أشكر وأعتذر كذلك من زملائي في العمل، كل زملائي الحقيقة أعتذر منهم وأشكرهم على مساندتهم وعلى وقفتهم مع شخصي في محطات كثيرة. الحقيقة يعطيهم الصحة ويرحمهم جميعا. كذلك نحب نعتذر من عائلتي، نعتذر من عائلتي أو ما تبقى من عائلتي على الأقل، ومن أصدقائي. تحملتم غضبي، تحملتم جنوني، تحملتم خروجي عن المألوف، تحملتم هذه الطفولة الهاربة التي لا تريد أن تنتهي. تعرفون على الأقل مدى بساطتي وعفويتي وطفولتي وانطلاقي. تعرفون كل هذا، تعرفون هذه الحالة كما قلت، التي هي حالة كاذبة ومكذوبة ومهزومة، والتي آن الأوان أن تعدم. هذه الحالة التي اسمها أحمد بن سليمان آن لها أن تعدم، وستعدم حالا. به الإشكال أو السبب هو أنه مرة أخرى أجد نفسي أسأل عن نص من نصوصي، لماذا كتبته؟ وماذا تقصد؟ والرمز الفلاني إلى ما يشير؟ وما هي الغاية من كتابة هذا النص؟
أقولها وأموت عليها، لم يخلق بعد الذي يستجوبني على نص كتبته، لم يخلق بعد. وبعد كل استجواب، وبعد كل استماع، وبعد كل تفكيك لنص من نصوصي وإلقاء الشبهات عليه ظلما، نعمل فيديو لأنه ليس لي سبيل آخر غير هذا. مثلا منذ عام تقريبا، كتبت نصا اسمه مملكة الحميم. في العادة الكتاب لا يشرحون نصوصهم ولا يفسرونها. أعطي هنا مثالا بسيطا وأقول مثلا نزار قباني في قصيدته الشهيرة قارئة الفنجان، عندما سئل هل هذه القارئة أو هذه الحبيبة أو هذه الملاك أو هذه التي في القصيدة، هل هي امرأة أم هي الحرية؟ فقال نزار: أنتم أحرار في فهمكم، قد تكون امرأة وقد تكون الحرية وقد تكون أمرا آخر. باب التأويل مفتوح للجميع. عندما يتخلص الكاتب من نصه فهو يرميه إلى القارئ يؤوله كما شاء ويفهمه كما شاء. لا يوجد مبرر واحد في العالم يتيح لشخص ما أن يسائل كاتبا أو شاعرا لماذا كتبت كذا أو لماذا قلت كذا أو من تقصد أو ما هي رمزياتك. هذا لا يجوز، مش معقول. وهذا النص اللي هو مملكة الحمير، هذا نص أضعه ضمن جنس أدبي اسمه الفانتازيا. والفانتازيا كما تعرفون هي جنس أدبي يتسم بعدم الواقعية، يتسم باللا زمان، باللا مكان، باللا خصوصية. هو قابل لإسقاط الواقع عليه أو إسقاطه على الواقع، وهو أيضا غير قابل لهذا. ثم فيما بعد مسألة الجنس، هذا النص هو في الأصل من الأدب العالمي وتحديدا من الأدب الهندي. الفكرة أو فكرة النص الرئيسة هي من الأدب الهندي، تفاعلت معها وجعلت لها قالبا عربيا، قالبا لسانا عربيا غير قابل للتفسير أو للإسقاط على واقع هذا البلد، لا سابقا ولا الآن ولا لاحقا. هي كما قلت مجرد فانتازيا. فهذا النص أغضب أحدهم، وكالعادة هاج وماج، في شكون يقصد وعلى شنو هو يحكي وشكون هم الحمير. فأنا بمنتهى العفوية والبساطة أخذناه النص المحلول ووريناه البعض. يا أستاذ فلان كبرات، يا أستاذ فلان بربي أقرأ النص. حتى بعض المسؤولين معناها المحترمين معناها بربي أقرأ النص، تراشي روحك فيه. قال: لا، مراش روحي فيه يا فلان، تراشي في روحك فيه. قال: مراش روحي فيه يا معلم، كي انت تراشي روحك في نص مملكة الحمير وحسيت روحك فيه وريت روحك فيه، اش نعمل لك انا؟ وسامحني، ما تنجم ترى روحك في نص مملكة الحمير لما تكون انت حمار من الحمير. معناها علاه تلصق فيها التهمة هذه، تلصق فيها الشبهة هذه لروحك، وبعد ترمي لي اللوم علي انا، وترمي لي الاستجواب علي انا، وترمي لي الاستفهام علي انا، نقعد ندير في بلاصه نشرح للناس. يا ولدي لما نقصد في دوله، لا نقصد في حاكم، لا نقصد في حد شيء، دي ممكن ياسر نقصد فيها من الازرق. به النص الثاني نشرته اول امس وظننته رساله حب. يا معلم، راني حطيت لك شجره زيتون، وحطيت لك يسار يجذب ويمين يجذب وشجرة الزيتون في الوسط. فكرة النص بأنك هذا يقعد يجذب
وهذا يقعد يجبد، فإن شجرة الزيتون ستموت. ورمزية شجرة الزيتون لهنا ترمز للوطن، للبلاد، للتعايش، للسلمية، للتآخي، في النهاية رسالة حب. بجاه ربي اللي خلقك شنو خلقك في رسالة حب، وفي رسالة تعايش، وفي زيتون يرمز للحياة، ويرمز للتواصل، ويرمز للأريحية، ويرمز للمشترك، ويرمز للأرض، ويرمز نحب نعرف ونموت، أنا نموت فهمتي ولا نحب نفهم إيش خلقك فيه. نص هذا برحمة والديك فهمني إيش خلقك فيه، تهبط لي عليه الطامة والعامة يسألوني فيه شنو تقصد وشنو ما تقصدش. لن يمر مرور الكرام سؤالي عن نص من نصوصي، وهذا الأمر دونه الموت. لم يحيا ولم يوجد ولم يخلق من يسائل لي على نص أدبي نشرته إلى العموم. يا أخي فما قضاء وفما دولة كان أنا تجاوزت برا إشكيبية، ما تهبطليش استجوابات وأسئلة، وليخر من غادي وليخر من غادي، يا أحمد فلان قالك في شكون تقصد، وفلان قالك في شكون تحكي، وفلان قالك مش هكذا، ليس هكذا تصار الأمور يا سيدي، أرجوك ليس هكذا. راك عيفتنا، راك كرهتنا، اخرج مني، اخرج من هوانا، اخرج من سمانا، اخرج من ثقافتنا يا سيد. يا سيد لست سلطانا ولست إلها ولست شمسا، افهمها يفقينا، عيفنا عفنا يا راجل، راك لحيت. وأخيرة الأواخر نعمل في ثقافة، ثقافة مبدئيا مفتوحة، ثقافة جامعة وشاملة، ورافد من روافد التنمية، رافد من روافد الكينونة، رافد من روافد الشخصية التونسية. اليوم محسوبنا قارو احنا في شبه لي سي باسي، شكون يدخل وشكون ما يدخلش. الاخر يجيك من غادي يقول لك راه السيد متقلق، هذاك راهو الاخر ماذا بينا، لا شنو نعمل مثلا، انا ناقف في البيت مثلا، شنو نعمل معناها؟ يعني انت ماكش راضي على الناس الكل، وانت عندك موازناتك، وانت ما بيتواتك، هي انا في الوسط شنو نعمل معناها؟ وهذه احتفاليه، وفما مدن تتمنى احتفاليات بكتاب، برمزيه كتاب، بعفة كتاب، بجمالية كتاب. يا أخي وإحنا عنا ومش عاجب ونتغسروا ونتلكتوا ونتهانوا. أنا قبلت الفشل في حياتي، وقبلت الخيبات، وقبلت وقبلت وقبلت. يا سيد راك تهين فينا، يا سيد راك دخلت في خشنا من داخل، راك عيفتنا فيها العيشة في العمل الثقافي. معاش نجمو. راه كان فما زوز من الناس في غار الملح، راك أنت تنبت وتطلع في وسطهم وتفتن. اليوم السلم الأهلي مهدد في غار الملح منك، ومن كلامك، ومن تليفوناتك، ومن قشقيشك، ومن قيلك، ومن قالك. وتحمش هذا على هذا، وتنفخ هذا على هذا، وتلز هذاك على عادي هذاك. هذا الواقع. مع الأسف السلطات العليا وسلطة البلاد لازمها تنتبه لشيء هذا المخطر، انه اليوم السلم الاهلي في غار ملح مهدد من تحت راس السيد هذا. معاش النجم نواصلوا معاه، ومعاش النجم نعيشوا معاه. به مقلقك احمد بن سليمان، مقلقك انت نهار كامل العباد يقف عليا، هاو قال لك فاش تقصد، شنو هي رمزياتك، هاك الكلمه الفلانيه على شكون. به احمد بن سليمان اللي لا ترتاح منه نهائيا. يا اخي احنا شنو بيناتنا؟ مقلقك الادب اللي يكتب فيه احمد بن سليمان، مقلقتك كتاباته، يشبي ها نفس تحضرناه سي بن سليمان. اهو احمد بن سليمان في ذاتيته، وفي تعبه، وفي شقائه، وفي شهادته. اهو احمد بن سليمان. موعد مع أمي، أحمد بن سليمان هذا. أهو أحمد بن سليمان. أهو أحمد بن سليمان، ارتاح. أهي اكتب يا سيد. هذه كتب أحمد بن سليمان، وهذا أدب أحمد بن سليمان. انتهينا منه، هذه الحالة
انتهينا منها إلى الأبد. أها وأحمد بن سليمان، أها يا كتب أحمد بن سليمان وكتابات أحمد بن سليمان اللي أزعجتك وقلقتك، ونهار كامل تسأل عليها في الطامة والعامة، ونهار كامل وأنا من استجواب لاستجواب، شنو تقصد؟ أهو أحمد بن سليمان، أهو الكاتب أحمد بن سليمان. المرتد، رواية، إصدار 2008، به؟ أهو أحمد بن سليمان، أهو المرتد. افرح وارتاح، هك تخلصت مني. ها هو أحمد بن سليمان، الكاتب أحمد بن سليمان. هذا اللي مقلقك، نصوصي مقلقتك، نرتاحوا منها النصوص، نرتاحوا منه الأدب، واليوم تعدم هذه الحالة المسميات أحمد بن سليمان. به؟ إيش عندنا يا أخي؟ عندنا غار الملح الروافد إصدار 2021. هذا جهدي وهذه أعصابي وهذا شبابي، فاش عديته وفاش قضيته. فيها علم تونس، سامحني ما نجمش نحفظ. به؟ إيش عندنا يا أخي؟ عندنا سيدي الأستاذية في اللغة والآداب العربية وفقا لأمر عدد كلام 93 ورقة مارس 93 متعلق بتنقيح وإتمام، يشهد المدير المعهد العالي للغات بتونس أن الطالب أحمد بن سليمان كذا كذا قد تحصل على الأستاذية في اللغة والآداب والحضارة العربية تونس في 10 جويلية 2001. من 2001 ديجا ما خدمتش بها أنا، راه ما خدمتش بها، ما اعتبرتوهاش أنتوما، مش محسوبة هذه. سيدي هيا الأستاذية في اللغة والآداب والحضارة العربية. ها هي ها ها هي الأستاذية في اللغة والأداب والحضارة العربية. تعال ده شعنا يا أخي، على مدونة بنصوص لم تنشر بعد، أن تطبع بعد في كتب، والله كنت ناوي نطبعها معي. به اليوم لا فائدة منها. هاي النصوص، هاي مملكة حمير، هاي مملكة حمير. أنا من الذين بلا أسماء، أغلق القوس الآن وأعود لديك ما زال يطيح لك الهواء وشربة ماء. وهي النصوص أحمد بن سليمان. أهو أحمد بن سليمان اللي نهار كامل وأنت تسأل وتبتت عليه وتعمله في الاستجوابات، أهو ريتو أحمد بن سليمان الذاتي، أحمد بن سليمان الكاتب، ارتحت منه هكا. باهي. إذا هذا كاتب تونسي يحرق كتبه ويحرق شهادته العلمية على الهواء مباشرة، وكان واحد فيكم يظن أن الأمر يعيبني أو يستنقص مني أو يهينني، مستحيل يستنقصك أنت ويهينك أنت ويعمل لك العار لك أنت، لأني أنا المهان، أنا في النهاية ضئيل، مجرد منشط بنظام الحصة ناخذ ثلث شهرية، ثلث شهرية، لا أستطيع الزواج مثل الناس ومثل البشر، لا أكلي مثل الناس، لا ملبسي مثل الناس، لا عندي حتى شيء مثل الناس، أقبل هذه الخيبات جميعا، أقبلها، ذلك قضاء وقدر من الله عز وجل، ولكني لا أقبل الإهانة وأن يفتش في ضميري وأن أسأل وأن أهان، إلا تطيح لك در ولا تدخل في الضمائر والبحث. وانت ما عاملنا هكاك في الميكروسكوب، حطتنا تحت ونهار كامل تعس علينا وتبكت علينا، اش نعملوا ما نعملوش، وشكون دخل وشكون ما دخلش، والى اخره. ارحتك منه احمد بن سليمان، وقتلته اليوم قتلته ذاتيا وموضوعيا، لك ان تفرح
مبروك عليك سيدي، انتصرت، هاك انتصرت، مبروك عليك. ممكن تقول أنا السلطة المطلقة، أقسم برب العزة وأقسم بالله، هذا السيد يقف على الناس ويقول لهم أنا السلطة المطلقة. وهي وضني باش تاكلها دود، كان تبلى عليه. تقول للناس أنا السلطة المطلقة، عندك الحق، السلطة المطلقة تنتصر. ماهوش الكتاب والشعراء الذين ينتصرون على السلطة المطلقة، تنتصر أنت بسلطتك المطلقة اللي أنت نسبتها لروحك وتجاوزت كل السلطات الأخرى. نهاية، خاطر الدخان كلاني، نهاية مانيش باش نحكي مع حتى حد، ندائي مباشرة إلى سيادة رئيس الجمهورية. يا سيادة الرئيس، أنا كاتب تونسي أحرقت للتو كتبي احتجاجا على إهانات تلقيتها من شخص معين لا أستطيع ذكر اسمه، لكن كل المدينة تعرفه. صدقني والله لا نعرف اللي عملته توا قانوني أو غير قانوني، ما نعرفش، وما نعرفش سأسأل عنه وأحاسب ولا لا. فإن سئلت أرجوك أن لا أسأل وحدي، يسأل من معي، من أوصلني إلى هنا ومن أوصلني إلى هذه الحالة. إن استجوبت فأرجوك أن لا أستجوب، أن لا يقع استجوابي لوحدي، يستجوب معي اللي 8 سنين لهنا. هذه المدينة غير الملح، أليس لها حق في التغيير وفي التداول وفي الانفتاح؟ ذنبي إني حلمت وإني صدقت وإني تمديت في الحلم، وكان يجد عليا، ثابرت واجتهدت وكتبت ولي شهائدي العلمية، الشهادة العلمية والكتب ما عطاونيش جواز دخول للحياة في البلاد هذه. لم أعرف دخول باب الحياة مع الأسف في هذه الأرض وفي هذه البلاد. تقع إهانتي يوميا أنا ومجموعة من الزملاء، ولم أجد أي طريق آخر إلا هذه الصيحة الحالمة، إلا هذا الحرب وهذا الصوت وهذا الدخان. اليوم أحرق أوراقا ولا أضمن لأحد، إن كنت غدا سأحرق شيئا آخر ماديا. تصبحون على وطن.